اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من حصه البلاد اليوم في حلقه اليوم لا يزال الحديث لا يزال النقاش لا يزال الجدل حول ما بعد تشريعيات الرابع من ماي 2017 ربما قبل ساعات قليله ان يبت المجلس الدستوري في النتائج النهائيه الرسميه ويعلن رسميا عن اعضاء برلمان 2017 لا يزال هناك حدث اخر حدث على هامش هذه التشريعيات اضراب ع... رؤساء عده احزاب جزائريه لم ترضها نتائج التشريعيات واتهمت السلطات واتهمت بعض الاطراف بانها مارست التزوير في هذه التشريعيات نتحدث في حلقه اليوم عن النضال السياسي في الجزائر لماذا لم يجد الا الاضراب عن الطعام الا وسيله للاحتجاج لماذا لم تحتج هذه الاحزاب بوسائل سياسيه متعارف عليها عالميا ربما اجراءات سياسيه تصعيد سياسي اجراءات قانونيه لماذا فقط البقاء في المنازل وتحت الاغطيه والاضراب عن الطعام ما هي الرسائل ربما التي تلقاها الشاب الجزائري الذي يعاني من الكثير من المشاكل، الكثير من التحديات، هل بقي فقط الاضراب عن الطعام للتعبير عن الاراء في الجزائر حتى ولو تعلق الامر برؤساء احزاب سياسيه، زد على ذلك اضراب اخر ظهر ربما لرئيس حزب غير معترف به يسمى حزب السلام وهو حزب غير معترف به وغير موجود قانونا، اضراب عن الشيته، نعم اضراب عن الشيته، هذا النوع من الاضرابات الذي لم ينزل الله به من سلطان. يوجد في الجزائر مصطلحات ومشاهد وتقارير تنقل من هنا من الجزائر أي صورة سوف تكون للجزائر أي صورة ستكون للساحة السياسية الجزائرية عقب هذه الإضرابات وعقب هذه المشاهد هي نقاط ومواضيع أخرى سوف نناقشها رفقة ضيفي هنا في حلقة اليوم أسعد باستقبال كل من الدكتور عبد الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة الجزائر أهلا بك دكتور شكرا أهلا وأيضا سيد محمد محمد بورنيسا وهو القيادي في حزب الجبهه الوطنيه الجزائريه افنا اهلا بك سي أهلا شكرا طبعا الجبهه الوطنيه الجزائريه رئيسها السيد موسى تواتي. السيد موساتواتي حاليا هو في اضراب عن الطعام احتجاجا على نتائج التشريعيات السيد محمد بورنيسا ربما انتم في الافنا معنيون مباشره ما الذي حصل وما الذي اوصل الى هذه الحاله رئيس حزب مع قياديه في آه في منازلهم بالبيجامات بملابس النوم بالكوفرتات مثل ما قالها البعض انها اضراب الكوفرتات ما الذي اوصل الى هذه الحاله بسم الله الرحمن الرحيم اولا شكرا قناه البيض على الدعوه هذه وندخل في الموضوع مباشره باعتبار ان حزب الجبهه الوطني الجزائريه من الاحزاب السياسيه التي لاول مره في تاريخ الجزائر حزب جزائري يقوم بالاضراب عن الطعام في وهذا لاختراق سلطة الشعب سلطة الشعب الآن تنتهك في الجزائر والجبهة الوطنية الجزائرية هي أول الضحايا في هذه الأضحوكة إن صح التعبير للسلطات المحلية وللسلطات العليا في البلاد التي لم تنصف حزب الجبهة الوطنية الجزائرية في مقاعدها في البرلمان وأصبحت تلعب بمشاعر جزائريين ككل نحن اليوم اخترنا الطريقة الأنسب والأنجع وهي الطريقة السلمية اخترنا الإضراب عن الطعام وتعريض حياة وهذا رئيس الحزب وتعريض حياة قياديين للخطر لا هذا وقالك إضراب حتى الموت يعني عبارة مخيفة هذه هي الحقيقة هذه الحقيقة ليعلم الرأي الوطني والرأي العام ما هي الجبهة الوطنية الجزائرية لأن مواقفنا تختلف على مواقف الأحزاب السياسية الأخرى الحزب الوحيد المعارض في الجزائر الذي يقول كلمة الحق هو الأفنة أي موقف غضب الأفنة ضد الشعب الجزائري قل أين هو أيعقل في دولة ضحوا عليها رجال ونساء أبطال الثورة هل يرضى بالمهيدي لو مازال حي وزبانا وعميروش يرضوا بالمذلة التي يذلها الشعب الجزائري اليوم أمام سلطات الحكم الآن؟ أيعقل في دولة مثل الجزائر أن يحدث فيها ما يحدث الآن؟ اذا المشكل الحقيقي الان سيبورنيسا هنا الجدل ليس في شرعيه هذا الاضراب عن الطعام وانكم حزب ربما تقول انه معارض وانه اكثر حزب معارض في الجزائر لكن لماذا الاضراب اليوم فقط لما انزعجتم من نتائج الانتخابات لماذا لم تضربوا لما كان طلبه الصيدله مثلا في الشوارع في الشوارع يضربون عن الطعام لماذا لم تقوموا بخطوه مثل هذه ربما حتى تؤيدوهم حتى تناصروهم شوف هناك اضرابات عديده في الجزائر مرت اضرابات معطوبي الجيش متقاعدي الجيش الامن الوطني لم نراكم البلدي. لم نراكم فيها خليني نكمل لك الطلبه صيادلة،, صيادله عمال التربيه عمال الصحه كلهم اضربوا اي عقل في دوله مرت منذ اكثر من سلطه اللي مرت اكثر من 15 سنه وموظفوها ومواطنوها يضربون ويتظاهرون ما نعم. يعني انتم من أين هذه الاضرابات احنا احنا نددنا احنا كحزب نددنا وقفنا وساندنا هذه الاخوه ولكن ايعقل لاحزاب سياسيه ادارت 15 سنه او اكثر او ان نقول منذ الاستقلال الى يومنا هذا شؤون شعب ولا زالت تحكم اذا هنا المشكل اين هو اين هو المشكل اين هو الخلل هل الشعب ما يعرفش اما السلطه بقات فرضه نفسها على على الحكم في الجزائر اذا المشكل هنا نحن قررنا الخيار الانسب والانجع هو الاضراب على الطعام لكي لا نزعج احد نحن نضربون عن الطعام لان حقوق الشعب لان آآ آآ حقيه الشرعيه الشعبيه في الدوله الجزائريه سنواصل حديث أكبر أكثر حول هذا خلال نسب. هذه الانتخابات واخر دليل واخر دليل نعم. هو المجلس الدستوري سوف نرى سوف نرى المجلس الدستوري لم يبت حتى اللحظه في النتائج النهائيه في هذه التشريعيات لكن دكتور عبد العالي رزاقي اذا الاضراب عن الطعام في السياسه حتى تحقق المطالب كنا قبل ايام نتحدث عن اضراب الاسره الفلسطينيين في سجون الاحتلال اليوم اصبح عندنا مضربين عن الطعام هنا في الجزائر لاسباب سياسيه اصبح اي مواطن اي رئيس حزب ما يعجبوش الوضع يضرب عن الطعام ويعرض لنا الصور عبر الفيسبوك كتقليد هذا يعني جديد شويه يعني نحن في الجزائر بالنسبه للجزائر صحيح جديد الظاهر هذه ولكن العالم معنا قبل ظهور المسيحيه في ايرلندا كانت اضرابات في الهند 1861 اضراب و1929 أضرب, اضرب غاندي واضرب اربع مرات حتى نالت الهند استقلالها اذا الاضراب وصلوا الاستقلال في بريطانيا اضربت النساء في السجون للمساواه بين الرجل والمراه اذا الاضرابات موجوده في, في العالم تحت كله. عناوين كبرى استقلال بلد حقوق اساسيه لفئه من المجتمع فئه من المواطنين لكن ليس على مقعد او مقعدين نظن نقلب الدنيا وندير اضرابات واستعراضات لا رب... هذا شرعيه شعبيه لا انت مخطئ ناخذ شرعيه شعبيه الجانب السياسي انا صحيح انا معك الفكره انه نحن نضرب من اجل قضايا وطنيه دوليه انسانيه الاضراب دائما يكون هكذا مفتوح على قضايا اساسيه مثلا في تونس في هيئه 18 اكتوبر اكتوبر آه، الف 2005 كان فيها ثمانية احزاب ثمانية هيئة هيئة هي... اسمها اسمها هي الهيئة العليا للحقوق والحريات هذه الهيئة اضربت واضربها آه، ضم اللائكيين الديمقراطيين الاسلاميين والليبراليين كلهم كانوا ممثلين ثمانيه شخصيات وطنيه وهم الذين حضروا او استطاعوا بفضل ان يفتحوا المجال لتداول المعلومات واصبحت هذا الاضراب اختير له 2005 يوم اجتماع القمه الاضراب قاعدته ما هي في تاريخ الاضرابات قاعدته عندما يضرب كان في, في ايرلندا عندما يضربوا في الهند عندما يضربون يذهبون امام المعتدي عليهم مدير الاضراب حتى حتى المعتدي اما يحل مشاكلها في صالونات البيوت لا لا يذهب للبيت لا يذهب للمكان لكن يقول لك اليوم ربما الجنة. انه مواقع التواصل الاجتماعي تنقل هذه المشاهد يعني راح يشوفوها يشوفوها مش راح يغطي عليها احد فرق بين نديروا مثلا انا عندي المجلس الدستوري عندي الهيئه العليا للانتخابات ندير امامها انا كل الناس مشكله اساسيه لازم تحلها الدوله اما في مكان م... في حزب صحيح ان ربما لشيء اخر لا اعرفه ولكن عاده الاضراب في تاريخيا مربوط بالجاني ولهذا الاضراب حقق الاضرابات حقق في دول اللي تحترم نفسها مش في دول العالم الثالث يعني مثال ثالث في مثلا في بريطانيا حقق في الهند في ايرلندا ايرلندا اخر اضراب 1980 دار 800 واسمو داروا الجيش الايرلندي الذي سجن دار الاضراب وحلوا مشاكله اذا الان الاضراب اهم اضراب هو الاضراب تاع الاسرى الفلسطينيين اعتقد انه اهم اضراب في العالم حتى الان 1600 سجين مضرب هذه مهم ياسر ولا يطالبون بالاستقلال في فلسطين لا يطالبوا بتحسين وضع حقوق الأسرة نعم. فاذا الاضرابات هذه شرعيه سي انت ربما كقيادي في الجبهه الوطنيه الجزائريه كيفاش حتى جات فكره الاضراب؟ كيفاش حتى سي قال انا مش راضي وساضرب عن الطعام وسوف اخوض نضالا ضد الجوع وضد آآ آآ العطش ربما هو يشرب المياه حتى الموت وما الى ذلك لنا بتهديدات يعني كبيره جدا على حياته كيف جاتكم الفكره كيف جات سي موسى تواتي الفكره شوف يضرب هو اصلا قبل ما يضرب كان عنده مقعد هو مضربنا حول المقعد لا هذاك 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 المقعد أعطاه لنا غلطه حسبوا أعطاه للافان وهي الافنه مش عطى مطونا حتى مقعد باش تفهم مليح في العمليه الحسابيه يعني اسم, برق. إسم برق في الاسم وبعد دون حوا المشكل هنا ما هو الحل مليح هذا يكون عندك اسم تشبه الافلان والارندي دي. مهمش دوك المشكل اين هو احنا اختر... اختر... اخترنا الطريق الانجع والانسب لكي لا نزعج احد احنا ما نروحوش نديروا مواجهات مع الامن كل الاضرابات اللي مرت في السنوات الاخيره كانت تلاقي صعوبات مع الامن مع الاحتجاجات اللي كانت واقعه في الجزائر احنا فضلنا الطريقه الانجع والانسب هي الاضراب على الطعام ونقعدوا في المكان المقرات الوطنيه تاعنا وهناك تعليمه استاذ على المكتب الوطني اليوم راح تضامن كل الولايات 48 ساعه راح تضامن 48 ساعه ابتداء من الغد ان شاء الله كل المكاتب الولائيه تضرب اعضاء المكاتب الولائيه وراح نعلم مصالح الولايات الولايات ومصالح الامن والدعوه للصحافه لتغطيه الحدث على مستوى 48 ولايه عبر كل ولاية عبر كرة التراب الوطني راح تقوم الافنه باضراب على الطعام 48 ساعه مسانده للمكتب الوطني واعضاء المجلس الوطني اللي راهم في المكتب الوطني هذه بالدرجه الاولى الدرجه الثانيه اليوم احنا في الافنه يعني متجهون نحو مزمنة الصعيد يعني يعني بالفعل احنا احنا ظلمونا ظلمتنا السلطه الجزائريه اليوم لما حزب سياسي ما شاركش أنت القنوات لا الدستوريه يعني القنوات القانونيه مش مفتوحه يعني قدمنا في الدستوري. طعون وفي فترة يعني تقديم ملفات المجلس الدستوري المجلس الدستوري اطعنا للمجلس الدستوري ولكن قبل ما نجاوب على المجلس الدستوري هل حقق المجلس الدستوري في الخلاجات الميدانيه لرئيس الحكومه الجزائري اثناء الحمله الانتخابيه ودار حمله انتخابيه لصالح الحزب نتاعو الفائز بالانتخابات هل حقق فيها المجلس الدستوري وفصل فيها هذه القضيه هذا رئيس و... رئيس, رئيس وزير اول رئيس وزير اول كان يزور باجنده وز لا وزير اول لا 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 ما زارش دار حمله انتخابيه ويحضر في نفس ما الانتخابات الرئاسيه ممكن, ممكن تشك ممكن تحرها لكن قانونيا تقنيا قانونيا لا لا انت راك تقول انت راك تمثل الحكومه او انت اعلامي انا نقول لك رايي انا ثاني نقول لك رايي مش ممكن, إيه؟ ممكن, هل... ممكن هل... لا, سهولة لا يعني لا لا جواب انا انا, أنا... أنا... أنا نطرح عليك سؤال وتجاوب معليش هل المجلس الدستوري من حقه انه يحقق في هذه القضيه ام لا هناك حمله انتخابيه لمترشحين ولاحزاب سياسيه يعني انتم لا حق الاغلبيه جولات سلال هي اللي نحقق وعلاش وعلاش يعني. وعلاش الشعب هو الحكومه الشعب هو من يقرر الشعب هو من يفصل هل الجبهه الوطنيه الجزائريه ما حققت نتائج عبر الولايات ام لا؟ هل الجبهه الوطنيه كانت سبة في تفقير وتشويع الشعب الجزائري؟ هل الجبهه الوطنيه الجزائريه كانت سبة في اقهار الشعب الجزائري؟ نحن الان في مفترق الطرق، الجزائر اليوم دوله فقيره. الجزائر اليوم خزان علاش السي خ... موسى تواتي ما دارش اضراب لما مروا قانون ماليه لعام 2017؟ احنا ما احنا لم علاش لم يعترض ولم يقول يا احنا جماعه احنا ما كناش يراك في, في الشعب ان ندير اضراب جوع متضامن مع هذا الشعب لا احنا درنا المقعد مقعد البرلمان مكسب نكسب لا 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 مش مكسب لا لما دار الاضراب على الطعام لما حقروه في داره الشعب الجزائري كانوا يقولوا او ذا دار, دار اضراب ولما اضرب باليوم على سلطه شعب على حق شعب على اهدار اصوات مواطنين تقولوا أنتم كاعلاميين علاش ما دارش؟ وعلاش ما أنتم كاعلاميين وحققتوا في المواضيع اللي اللي كانت وراء تجويع وتفقير الشعب الجزائري بالامس انت كاعلامي مثلا هل حققت فيما يدور في شؤون السلطه الجزائريه هل ترى ان الماده 58 او قانون دوغول 58 قانون قسنطينه اللي صرحه دوغول هل لا, نضرب لا, ثانية لا, لا 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 لا, لا ألا ترى مم. هذه القضيه وصلنا لها من التسعين الى يومنا هذا من انتخابات سين هل ترى ان الجزائر اصبحت دولة مؤسسات او دولة اشخاص معينه؟ راح نتواصل لا 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 نحقق في هذا الموضوع مم. قبل ما نروح لموضوع اخر مم. هل ان السلطه في الجزائر اصبحت سلطه شعب حقيقيه او سلطه اشخاص معنيون بتصير دوله جزائريه؟ اذا هنا نحقق في الموضوع احنا اليوم اضربنا على الطعام هو اضراب سلمي لنثبت للراي العام سي عبد الوطني والدولي لا دا. اللي يضرب عن الطعام يضرب امام الهيئه يراه غاضب منها يراه زعلان منها اما انتم يعني من الاضرابات يعني صالونات منازلكم هذا مش راح يسمعوكم نحن في المكتب الوطني على بعد خمسه امتار على المجلس الشعبي الوطني المقر الوطني تاعنا لا يبعد عن البرلمان بخمس امتار هذوك اللي ماطله اللي حاطينهم يروحوا يحطوهم ثم كاينه ثم في سكوار وكاين تما مسكين الشباب مسكين اللي ما يقدرش ثاني انه يسيب ما بيت راهم يباتوا راهم يعسوك احنا قررنا قلنا باش ما نزعجوا حتى انسان احنا استعملنا الاسلوب الحضري مم. الاسلوب الحضري لكي لا نزعج احد نحن مضربون في المقر الوطني في المقرات الولائيه نعم. راح نس... راح نساند المكتب الوطني باضرابات ولائيه نحن حزب مهيكل منظم يتلم التعليمات نعم احنا نعم خذينا احنا خذينا قرارات احنا خذينا احنا احنا خذينا قرارات نعم في الحزب اننا نضرب على الطعام وسنواصل الإضراب. نعم الطعام نعم سي بورنيس دكتور الزاكي ترى انه ربما انه شهيه السيد موسى تواتي او مبادرته للاضراب بدات يعني من اضراب سابق حول قضيه الجدار اللي كان راح يبنيه امام منزله ونحاوه وكذا اعتقد انه الدستور واضح في المادة 24 و 25 يشير إلى تعسف السلطة واستخدام الإدارة إذن هذا إضراب شرعي في الأول على أساس تعسفت وجهة نظره أن تعسفت في السلطة الآن إضراب شرعي إذا كان ضد التصوير ليس من أجل الحصول على المقاعد يصبح شرعي ضد لماذا؟ لأن السلطة أولا واللوح أه... أعلن عن فتح تحقيقات حول التزوير موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي تزوير اذا موجود موجود كذلك عندما مثلا المجلس الدستوري لم يعلن عن نتائج الانتخابات وهو منشور عندك في جريدة البلاد منشور ما أقوله قرأته عندكم وش تقولوا تقول مثلا بأن مقري عيط له رئيس الحكومه بايعاز من الرئيس باه يعينوه باه يعينوا البرلمان رئاسه البرلمان ليه لا يعتبر تصوير هذا نوع من التصوير تشارك في الحكومه ما لا 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 هو موجود, موجود في المكتوب في البلاد اليوم خرجوا في البلاد مش في مكان اخر م. في البلاد فاذا هنا كاين شبهه نفتحوا عليها تحقيق نفتح عليه من حقه يطالب بيدير اضراب لكن يا دكتور ليس هم فقط الاحزاب التي اشتكت من شبهات التزوير من عمليات التزوير حتى حركه مجتمع السلم حتى حزب العمال حتى احزاب يعني قائمه طويله وعريضه لماذا فقط هذه الاحزاب هي من لجا قادتها ورؤساؤها الى الاضراب عن الطعام ربما لايصال رساله اقوى ليس بالضروره ليس بالتعبير الاخرون يريدون على الاقل ارضاء تشكيك ولكن في نفس الوقت تقارب من الحكومه هذا دار اضراب من حقه اذا اتحدث عن اذا ما دي شرط معنى اذا الهدف هو ضد التصوير ليس من اجل انه نحاول مقعد ولا اثنين ولا لا من اجل ضد التصوير انا معه انا مع هذه الطريقه ولكن مفضل بان تذهب امام الهيئه العليا لمراقبه الانتخابات لان هي السبب ليس هناك واحد طرف اخر فاذا هي السبب والمعطيات أساسية هذه السي <applause> بورنيسا علاش ما تروحوش يعني امام هذه الهيئه انتم كاحزاب عندكم اعتمادات المفروض الهيئة راح تسهل عليكم الامور حتى توصلوا توصلوا اصواتكم فيها صح اطرح عليك سؤال اخر انا الداخلية قالت بلي نسبة الانتخابات لحقت 38.75% ثم المجلس الدستوري يقرر بلي الانتخابات 35.06 إذا هنا وزارة الداخلية في قفص الاتهام عملية تضخيم الانتخابات والتزوير احنا اليوم واش نطلب يا سيدي احنا واش نطلب أمام هذه الهيئة روحوا ليها هي مادام عندها مشكلة خليني نتكلم وجات لي سؤال خليني نجاوبك هم. احنا اليوم ماذا نطالب؟ نطالب بالتحقيق في البصمة البصمه لا يحق الانتخاب الا بالبصمه روحوا أمام تأخير روحوا احنا طعنا احنا طعنا المجلس الدستوري انه يحقق في قضيه البصمه ثم نعرف حقيه الانتخابات الانتخابات في الجزائر لم تفوق 11% باش نعطيها لك رسميا لم تفوق 11% كيف في الساعه الاخيره من 11% حتى ل 15% تلحق الانتخابات 37% في ساعه الاخيره اذا احنا اليوم سي بورنيسا هناك صوت اخر يقول لك يقول لك لماذا انتم احزاب ما تظهرون غير ايام الانتخابات احزاب أيام الموسميه إحنا. احزاب لا تظهر الا في إحنا. عشيه الانتخابات لا. لا. ولما تخفق لما تجد نفسها بقى. يعني بعيده عن الشارع هون عظيم شكون هاد الاحزاب انتم الاحزاب اللي راه تدير اضراب عن الطعام احنا اضربتم عن السياسه ويعني والالتفاف والالتحاق مع الشعب في الميدان هل ثم بعد ذلك تضربون عن الطعام بعدما ياخذكم هذا الشعب لا لا لا, لا انت مخطئ انا لا انا هذه مش احكامي وانما هي احكام ربما قد ترد بما يرد عليكم لا 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 احنا حزب م. حاضر في الساحه السياسيه مدار 15 سنه هل الافنه كانت غايبه؟ ندوه الولائيه اللي كان يقوم بها الرئيس الحزب على مستوى الولايه على المستوى الوطني كله على الاقل كنا ندور كل شهر عندنا ولايه ما دار خمس سنوات هذه ما كان حتى حزب في الجزائر باش تفهم مليح هذه باش تديها من عندي ما كان حتى حزب حاضر مع المجتمع ومع الشعب مع الأحل... مع المواطن كما الافنا هذه تاخذها من عندي والدكتور ربما يشاطرني في الراي ما كان حتى حزب في الجزائر حتى حزب في الجزائر يقوم بندوات وطنيه عبر الولايات كما احنا ما كان حتى حزب هذه باش تفهمها مليح إيمان صح السؤال نتاعك لما تشوف الاحزاب الطفيليه تحكي الاحزاب حتى احزاب السلطه نفسها احزاب السلطه ما تديش ندوات ولائيه عبر التراب الوطني الى الجبهه الوطنيه الجزائريه الافذا احنا لا تحرك يعني فيها السي تبقى في قلبه حرقه يعني معليش احنا احنا على الاقل على الاقل اليوم اضربنا على تزوير الانتخابات على حق الشعب المنهوب المسلوب لانه اليوم جوعونا بقانون 2016 و2017 واللي راه جاي اكثر منه لانه الوضع الاقتصادي الجزائري اللي قادم راح يكون اصعب من الشيء هذا على الاقل احنا نجوعوا اليوم باش نتعودوا على الجوع لانه الشعب الجزائري راح يجوع الدوله اللي شارت ساحل تاعها اكثر من 2000 كيلومتر سلطه ما قدرتش توفر كيلو سردين لشعبها صوت عليها الشعب سلطه اللي مساحتها فاقت المليونين كيلومتر مربع ما قدرش توفر القمح والخبز لشعبها الشعب ينتخب عليها اذا اذا هنا السؤال المطروح هل الشعب الجزائري اللي على الانتخابات وهل هل وهل هل وهل وهل الجبهه الوطنيه الجزائريه داروا برنامج بديل عندنا برنامج اقتصادي واضح عندنا واضح ادخل 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 للفيسبوك وادخل للبرنامج تاعنا واقرا احنا عندنا برنامج، احنا الحزب الوطني. ما ما انت ما تتبعش، إعلامي كاعلامي، انت كاعلامي وما تتبعش. عايش في الفيسبوك، عايش في الانترنت، جامي ماسك. يعني. زرنا المكتب الوطني تشوف تشوف اقتراحاتنا على الاقل. احنا حزب وطني اجتماعي، الحزب اللي ما يفكرش في قوته، كل مثل واش يقول؟ الدولة التي لا تنتج ستزول. حتى ويكون نعم ودها من دكتور عبد العالي الرزاقي هل هؤلاء ربما رؤساء الاحزاب يريدون الظهور بمظهر البطل بمظهر تشي جيفارا مهاتما لا, لا, لا اعتقد انا تواتي شخصيا نقدر ونحترم ولد شاهد م. نعرفه ما نظنش من هذا الشكل م. مش فيها حاجه لانه كان بكري انا حضرته جات يتفاوضوا معاهم الدي في وقت القوه ورفض له. شفت شفت الاشياء ولهذا من نستبعد هو شعر او حس او عنده عنده معلومات او عنده ادله بان هناك تزوير وقع اذا ما عندوش وسيله اخرى يدرك جيدا بانه الهيئه متكونه من 205 قضاة القضاة في الجزائر وفق الدستور يعينهم الرئيس الرئيس رئيس حزب رسمي رئيس جبهة تحرير ما نكذبوش على روحنا إذا القضاة هذ ما مشيتنا ما عندما ناخذ 200 وخمسة من جمعية المجتمع المدني لا توجد جمعية لا تتابع للسلطة وأنا نتحدى يجيبوا لي وثيقة كل الاحزاب عندما كانت الاستعلامات هي المسيطره على الفساد كانت في يدها كانت هي اللي التزوير هو المزور ديرس الان راح ديرس صبحت الاداره التزوير موجود والدليل كثير ولكن هم اختاروا طريقه سلميه هذه مساله تخصهم من حق من حقهم يطالبوا من حقهم عندما مثلا ناخذ مثال وزير الداخليه اعلن في بداية قبل الانتخابات قال بانه الصور اللي موجوده نهار كتبوا في الصحافه وباللي راه صور ماخوذه من مواقع اسرائيليه مش مواقع اسرائيليه وانما مواقع امريكيه يعني يشتريوها يعني الجميع يعني مش فقط الجميع اسرائيليه الصيفيه الاسرائيليه ما هذا يعني في آه يعني فيه. اشهار طيب. تاع الطبخ في و... استراليا تجدها في اشهار تاع السياسه وجوه الجزائريين يسجد... ما يصلحوش للجزائريين وجوه الجزائريين ما يصلحوش تجاريه لا. اخرى لا ما لا لا يعني لا لا اسمح لي سياسه مهم قعلن باللي راه نفتح تحقيق يفترض يعطي تحقيق لا لا ما نكذبوش عن انا عندما انا افتح ادخل الانترنت وابحث الجامعه الصيفيه الاسرائيليه تلقى الصور هذه مدهر مع طيب صورة واحدة بغض النظر عربية ولا إسرائيلية ولا صورتها تجيب الدين اللي حملة بها ماش قادرين صحيح دارتها وكالة جزائرية وليس تونسية ونعرف الوكالة دارتها ولكن تعمل الوكالة نعم دكتور الزاقي أستاذ بورنيسا فقط خلينا نروح الفاصل ثم نواصل الحديث ربما نركز فيه على صورة هذه الإضرابات صورتها أمام الشباب الجزائري أمام الشارع الجزائري كيف يتلقاها كيف تعاملت معها مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا صورتنا ربما في التقارير الإخبارية العالمية بدأ الحديث حول هذه الإضرابات فاصل قصير ثم نواصل مشاهدينا الكرام اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا الى الجزء الثاني من حلقه اليوم من حصه البلاد اليوم اذا موضوعنا يتعلق بإضراب رؤساء أحزاب في الجزائر عن الطعام احتجاجا على نتائج تشريعيات الرابع من مايو الماضي طبعا يحضر معي كل من السيد محمد بورنيسا القيادي في حزب الجبهة الوطنية الجزائرية أهلا بك سيد بورنيسا مرة أخرى أهلا بك أهلا وأيضا الدكتور عبد العالي رزاقي الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة الجزائر أهلا بك دكتور رزاقي مرة أخرى دكتور رزاق ربما تناولنا في الجزء الاول قضيه رئيس حزب الجبهه الوطنيه الجزائريه السيد موسى الان رئيس حزب اخر ربما التحق به كمتضامن في المره الاولى ثم بعد ذلك تحول حتى هو الى محتج والى مضرب عن الطعام سيد خالد بنجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وش وضعية سيد بنجمة حتى يعلن إضراب عن الطعام خصوصا وأنه ربما فيما يختلف عن خطاب سيد موساتواتي أن سيد تواتي كان خطابه معارض معروف لكن سيد بونجمة يعني كان موالي جدا 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 يبدو لي أحيانا الولاء ما يديش نتيجة لأن الرهان على السلطة أحيانا فاسد في تقديري لكن في جميع الحالات هو مضرب وحامل شعار حتى الموت آه حامل شعار ضد التزوير وانه يبرر يقول باللي راه ما ما نديروش احتجاجات في الشارع ربما لدواعي امنيه لكن السؤال المطروح يفترض ان هؤلاء المضربين يجتمعون معا يضربون في مكان واحد يلتقيوا في مكان في شارع في, في اي مكان ويضربون معا اذا ارادوا عندهم قضيه موحده أما كل واحد يضرب في مكان أعتقد أن هذا ما يؤديش إلى نتيجة يفترض أنه تو تبدا كلهم يلتحقوا به يضربوا بل يكون 20 حزب 30 حزب ماشي مشكلة حتى تفتح السلطات تحقيقات على الوضع وانا شفت تلمست هو خرج وانا طلعت هكذا فضوليا شفت بعض الحزب بدا واحد واحد وهو في البلديه عنده اربعه قيادات تثير الانتباه لاحظت كذلك اثناء التصفح ان بعض الاحزاب مش موجوده في الولايه في البلديه اللي مش مش موجود موضوع كاسم يفترض ان اسمها موجوده ولكن انت هي مقاعد فيثير احيانا يعني تثير اشياء شبهه مجرد تطلع على الوثائق هكذا تثير الشبهه. لكن ربما انه في قصه وفي هذه التطورات مع السيد بنجمة والسيد موسى توتي استحضار لبعض الأدبيات نحن أبناء الشهداء نحن ننتمي إلى أسر ثورية نحن ونحن هذا الاستحضار وش الهدف منه؟ أعتقد أولا نقول شهيد هذا حقيقي لازم نكونوا الأسرة الثورية صحيحة حقيقية لكن هذا نوع من دفع الآخرين المجاهدين وأبناء الشهداء وكل إلى تحرك معنى يعني استعطاف, استعطاف أعتقد معينة أعتقد هذا ضروري ما عندوش خيار متعاطف مع احزاب ولا حزب يلتقي طيب الذين داوا واحد واحد واش يديروا للبرلمان يروح لدارو سي بن خلاف يعني البرلماني القيادي في حزب جبهه عداله وتنميه قال ووجه كلامه لهذه الاحزاب ولسي تواتي والسي بونجمه قال لهم كون صمتوا شعبان خير هو رساله واضحه انه كون قاطعتم افضل هذه رسالة بن خلاف لأن بن خلاف مؤيد المقاطعة ولكنه مترشح إذا بن خلاف طرح فكرة أساسية وأنا شفتو في المغاربية تكلم على القضية هذه ولهذا المسألة أخرى هو طرح فكرة أنه لو قاطعتم أفضل وأنا في تقديري واحد يدي واحد ولا اثنين ما وثلاثة ثلاثة أنا واحد من الأحزاب تلاقيت وشاركت معه في ندوة في قناة من القنوات قال لي راح يعطيولنا عشرة 10 قلت له اذا أعطوا لك زوج راك مليح له ثلاثه مش منطقي انت ما عندكش برنامج وتساند برنامج الرئيس وانت ما تعرفوش ثم تراهن تنت... على الرئيس حتى يعطيك مقاعد نعم. نعم مش منطقي. دكتور زكي سيد محمد بورنيسا لما يقول لكم السيد بن خلاف القيادي في حزب جبهه العداله والتنميه والان اصبح يعني اتحاد كبير فيه ثلاث احزاب كون صمت شعبان خير اليوم عنوان كبير وعريض في احدى الصحف الوطنيه في صحيفه الحوار تحديدا نحن نصوموا شعبان ونصوم رمضان ونصوموا رجب ونصوموا كاع ان شاء الله يعني اولا حديث عن عدل <applause> أولاً, اولا شوف احنا انا هذا الاخضر بن خلاف كنايب وكقيادي في حركه من حركه اصلاح ولا جبهه العداله والتنميه, والتنمية. الله. انا احترمه لكن يعني يقول لك عاش من قدره انا ما نتكلمش عليه وما نعلقش عليه لانه لما يلحق حزبه اللي لحقت الافنه يتكلم على الافنه هذه بدرجه واحده الافنه لا معليش عنده ما عندوش ما لحقش كيما عندنا حنا الافنه في 2007 كانت القوه الثالثه كانت الافنه عندها 1800 منتخب والافنه عندها 2287 منتخب من كان وراء الافنه لازم تعرف مكانه الافنه لما يلحق حزبه لوين وصلت الأفنة يتكلم على الأفنة ثم نجاوبه لما ما يلحقش للمكانة الأفنة ما يتكلمش عليها هذه واحدة باش نجاوبك عليه ولكن الآن نمر لك إلى التزوير الفعلي للانتخابات هذا سي علي هذا محضر تاع فرز انتخابات 2012 الانتخابات الماضية الماضية هذا المحضر اللي يسموه مركز تركيز نتائج التصويت اللي يعتبر في كل بلدية تعطي لك نسبة الأحزاب شحال صوتت مثال حزب فلاني وحزب الفلاني انا ذاك الولايه كانت تسعة 39 تشكيله سياسيه كل بلديه تعطي لك فرز الاصوات نتاعها قال الحزب الفلاني بلدية الفلانيه بلدية الفلانيه هذه الانتخابات التشريعيه تاع 2017 يعطي لك محضر فيه ست وريقات، يعني فيه النسبه الاجماليه تاع الاحزاب عندك انت حزب، الافانا قال جابت 3000، دي جاب 15، الافانان جابت 7000، هذا ما كان ما يعطيكش تدقيق. هذا يعقل ان هذا موج تزوير واضح في الانتخابات؟ نعطيك مثال اخر باش تعرف نموذج التزوير. لما نشوف قالوا هذه ولايه من الولايات شاركوا فيها 25 حزب. كيفاش نسجل فيها الا 17 حزب؟ وبقيه الاحزاب علاش ما تكتبش احزاب حتى ودا صفر تكتب الحزب ودير انه تحصل صفر ما تكتبش حتى الاحزاب اذا اليوم احنا واش نطالب كحزب احنا اليوم موقفنا واضح نطلب في التحقيق في البصمه قلت الانتخابات لحقت 35% معليش انا قابلينها ولكن نحقوا في البصمه البصمه برك حقي في البصمه ربي خلق بصمه واحده لكل انسان عبر العالم اذا نحقوا في البصمه ونشوفوا هل الانتخابات في الجزائر فاقت ال 15% ام زورت في الساعات الاخيره حنا اليوم نضم صوتنا لصوت الشعب الجزائري ونقول حنا اضربنا عن الطعام لنفضح المسؤولين الجزائريين امام الراي الوطني والراي الدولي لماذا لم فضلنا ان نموت لماذا لم لما ما اتجهتوش لهذه الخطوه بعد ان استنفذتم الطرق القانونيه والطعون امام المجلس الدستوري لا حتى نكون نحن على بينه اما انه لما ظهرت النتائج وما عجبتكم فجأة راح تضربوا عن الطعام لا لا, لا, لا أنا, انا انا اليوم انا اليوم قمت بحمله انتخابيه كنت مشغول في حمله انتخابيه ننتظر النتائج انا اليوم مشيت للشعب قمت بحملة انتخابية شاركنا عبر, عبر عبر 48 ولايه اليوم احنا قدمنا الشيء اللي ما قدموش احزاب سياسيه اخرى نحن الحزب الوحيد الذي لم يشارك في الحكومات المتسابقه السابقه نحن الحزب الوحيد اللي ما صوتش ضد الشعب هما احنا الحزب الوحيد اللي صوت لا لدستور 2008 لازم ترجع للتاريخ باش تعرف المواقف تاع الجبهه الوطنيه الجزائريه الاخ الكريم اذا اليوم احنا موقفنا هو موقف من الشرف الساحه السياسيه من جهه من جهه ثانيه احنا فضلنا اننا نموت وما نموتوش مذلولين امام السلطه الان اللي هي تعتبر هي سلطة غير شرعيه سلطة اللي تعتبر روحها على الشعب الجزائري ولكن لكن هي موظفه لكن برلمان سي فقط ما هي الرسائل اليوم اللي راح يتلقاها الشاب الجزائري المهمش لكلاه البطاله لكلاه التهميش لكلاه البيروقراطيه يعني آه ها آه ها هي هذه هذه النموذج إذا كان رئيس حزب سياسي ومترشح سابق للرئاسيات شوف. يعني ما قال انه موذج. يضرب عن الطعام لأنه حتى الموت ماشي من رساله ايجابيه راح تقدموها لهذا الشاب انا كشاب اليوم نخاطب الشباب الجزائري اليوم من هذا المنبر اذا اليوم انت كشاب جزائري لما تشوف الوصاية على الشعب الجزائري التي تؤمر من الخارج على الداخل وأنك الشعب جزائري اليوم اتعجب لما ارأه في السلطة الجزائرية اذن قل لي بالله عليك الاسماء الذي نصبتها وزارة الداخلية كنواب شعب هم من الطبقه الثريه نصبتها وزاره الداخليه يعني نصبتها, و... نصبتها. يعني ما جبتوش انتم مقعد راح الديمقراطيه راح كل شيء يعني واحد ما جاب يعني صوت الديمقراطيه فقط جبت الاف ان صوته راح غلطه يعني بهذا المنطق لا 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 لا, لا. نحكوا بالحقيقه نحكوا بالحقيقه هل اصحاب النفوذ اللي وصلوا الان لقبه البرلمان هل حقيقه راح يدافعوا الشعب الجزائري المهضومه حقوقه هل هذا النواب حقيقه الامر هما اللي رايحين يشكلوا مشروع اقتصادي كان يعني نواب الافنا يعني كانوا هزوا البرلمان هز لا, لا 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 ما وكأن يعني كان كان يعني نواب الافنا كانت الحكومه ترتعد لا, لا, لا من من ولكن على الاقل لا لا من ولكن من ولكن على الاقل نقولوا كلمه الحق سيدي ما نمشوش مع الباطل نعم 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 لا 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 نزيد نكمل لك الفكره نتاعي باش تتبعني مليح انت كشاب جزائري اليوم تشتغل في قناه احترمها هل هل السلطه الجزائريه راهي ضامن لك حقوق تاعك تاعك على المستوى الوطني ككل شباب جزائري قولي لا ولكن ما راح نضرب على الطعام ونريح الط... الب... الاضراب على الطعام شيء شي حضاري شيء حضاري نعم انا ما نروحش نكسر املاك تاع بلادي انا ما نروحش نسبب مشاكل نعم. ما راحش نسبب مشاكل للامن ولكن راح اضرب على الطعام لافضح الراي العام والدولي والوطني على اساس ان الاسلوب تاعي والاسلوب حرام. نعم سي بورنيسا سي نعم نعم خلينا نروح للدكتور عبد العزيز رسائل اليوم هذا الاضراب عن الطعام للشباب الجزائري شاب جزائري شوف رئيس حزب مترشح سابق للرئاسيات ما قدرش يجيب حقه مضرب عن الطعام ومريح في داره مش في, في داره معنوياته منخفضه وامله وافقه محدود ومغلق ما هي الرسالة دكتور رزاقي؟ كيف مخيفة. يراها الشباب؟ مخيفة رسالة مخيفة لماذا؟ م. لأن الشاب الذي كان ينتحر من أجل مطلب الآن تغلق معاد الانتحار لا معنى معنى ممكن أن يقع في أيدي آخرين. ويوظف ممكن يروح لداعش يروح لاي مكان فيعني مخيف فمخيفه الرساله لانه الامل عندما الشاب يفقد الامل يشوف السيد هذا رئيس حزب وكان في البرلمان عنده القوه الثالثه مترشح للرئاسه مترشح للرئاسه وفجاه ولا واحد يهضر معاه من السلطه ولا وكانه لا قيمه له طيب صحيح مفهومنا لرجل الدوله غلط في الجزائر وفي الدول العربية كلها نحن نعتبر الموظف هو رجل الدولة رجل الدولة شيء ثاني مش الموظف عند السلطة هذا خدام رجل الدولة شيء أخر ولهذا نرجع الفكرة إذا المواطنين عندما يشوفوا نعم كل مواطن عندما يشوف هذا وش الانطباع يقول يفقد الأمل نهائيا وهذا خطر على الدولة الجزائرية مش على السلطة السلطة راح تذهب واحد ما يبقى في السلطة كلنا راح نموت ولكن الخطر على الوطن الان كل واحد يدير حسابات اخرى يقول لك هذه السياسه ما تدينيش اذا نعمل حاجه خلاف وهذا تخوف لاحظوا انه اللحظه انه عندما يتم القبض على جماعه في وهران عندها اكثر من 150 ختم تاع الدوله تختم بها وتبيع هذا تسيب معنى الشاب الان يفقد الامل وهذا اخطر حاجه عندما ندخل مرحله الياس الياس بالنسبة للشاب ما نتكلمش بالنسبة للكبار تشوف يعني دكتور أنه هذه الأحزاب هؤلاء رؤساء الأحزاب سرعوا لهذه الخطوة تسرعوا يعني ما داروش ما شفناش يعني اجراءات قبل ما شفناش يعني مبادرات قبل ما شفناش بيانات قبل ما شفناش تحذيرات قبل ما شفناش فعاليات قبل راحوا مباشره خرج سن نتائج حط كوفيرتا ودير اضراب ونشر في الفيسبوك هو هو ما شوية في نضال احزاب سياسه نضال مش فقط اخذ اخذ صحيح صحيح انا معك ان الحزب نضال بمناضليه ولكن يفترض هذه الاحزاب التي تختار النضال عبر الاضراب مم. تعمل كما عملوا تونس عملوا تونس 2005 8 آه، آه، ممثلين الاحزاب بمختلف شرائح الاسلامي واللايكي وما تلاقاوش مش كما احنا في الجزائر التونسي الاسلامي هو هو الوطني هو اللائكي هو كل شيء لا ايديولوجيا مقسمه هما هما لا لا مقسمه كل واحد من الصعب يتلاقى وتلاقاو وداروا وداروا اضراب جوع وادى الى نتائج مخيفه العالم كل سمع بهم ولكن ماذا اختاروا اختاروا قمه المعلومات لتنعقد لأول مرة في دولة عربية فقط دكتور هناك أيضا رئيس حزب هو غير موجود تنظيميا غير موجود قانونيا لكنه استطاع أن يفرض نفسه إعلاميا حتى تقارير أجنبية تحدثت عنه قال كم أنا مضرب عن الشيطة حتى تعطوني الاعتماد عن الحزب اضراب هل... عن الشتاء هذا إذا... من... هاج... في نقراه هاج... يعني شوف. اصبح متداول بصوره عاديه يعني في ادبياتنا السياسيه. الـ... شيتة تضرب ودير اضراب عن الشيطة. لا ما هذا؟ ما نظن رسالته اخرى رسالة ما نظنش هذا المفهوم رسالة مباشرة المعنى المباشر. التوانسه هذا دلو... اذا كان في رساله دل... اصلا دل... يعني. لا التوانسه داروا عمل داروا جائزه لاردأ نص جوائز يعطي مدين يجوا يقراوا روايات قصص اي نصوص يقراوها واردع نص منشور يعطيه جائزه اولى وهذا نوع من تقزيم هذا الرداء اذا تستطيع الحد لو ان جائزه الرداءه السياسيه في الجزائر المنافسه ستكون محتدمه أعتقد. جدا انا مع جائزه للرداء وجائزه للتزوير من يزور اكثر وجائزة اخرى كيف تصبح كيف يصبح سياسي موظف عند رجل المال الفاسد نعم سي محمد بورنيسا اين هو الشارع اليوم في اضرابات السيد مستواتي وسيد بونجمه ما شفناش يعني جموع المواطنين تتهاطل على مقرات الاحزاب او في منازل هؤلاء الشخصيات ما شفناش ولا اي رده فعل من الشارع شفنا فقط في وسائل التواصل الاجتماعي لست ادري اذا كنت سوف اقول امور ربما قد تكون صادمه للسيد موسى تواتي والسيد بونجما يعني حمله السخريه التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي هذا وش شهدناه هذا وش هل, انا اصحابي هل في الفيسبوك هل انت هل, آه هل انت هل اشرار للدرجه هذه ما نبانيش لا 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 لكنهم لا 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 نسبه كبيره ما تقيسش المقاس ما بهذا الحجم من هم الذين يستعملون التواصل الاجتماعي شكون يعني؟ انا وانت وانت الشعب شعب, شعب. شحال كاين نسبة تاع الشعب يعني اللي تستعمل التواصل الاجتماعي؟ بالملايين. بالملايين بالملايين صح بالملايين ل... هل كل هذو رافضين هذه الفكرة كلهم ولا بعض معظمهم ولا اغلبهم ولا البعض إيه؟ انا شفت معظمهم بعض شفت انت ملاحظة وانا شفت وانا شفت معظمهم متعاطفين على على الاقل على الاقل واحد لك ربي معاكم انا في الفيسبوك لا تويتر انا انا ذو أنا... جيت من المقر الوطني م. نلقى ناس تدخل لعندنا كبار 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 في السن وش يقول لك ربي معاكم لانه وش يحسوا وش هم يشوفوا وش هم يشوفوا الناس الناس يتبع م. الظلم عمره ما يطلع المظلوم يجي نهار وينكشف يكشف حقه يبان حقه وينكشف حقه لانه احنا ما ما اديناش سلطه الشعب بالقوه احنا رحنا للانتخابات معليش مرضيتكم عموما بالفعل الشعب راهي ضامن معانا واني قلت لك زدنا درنا تعليم الكوفيرتا مش الكوفيرتا لا مش بالتعبير هذا صدقني مش انا شفت صحفيين هذا. اعلاميين كتير يستعملوا هذا هذا المصطلح هذا مصطلح الانسان لما يكون مضرب على الطعام على الاقل يكون راك ما يقدرش يوقف لانه ما راهش ياكل اكيد راه يشرب غير الماء والسكر اذا اذا خمم انت في روحك هذا الاضراب على الطعام انت ما تحسوش لانك ما درتوش لو نهار الحق باش الشعب يجوع الشعب نهار يجوع يكفر السياسات المنتهجه من طرف الحكومات المتعاقبه على السلطه الجزائريه راح تؤدي الشعب تؤدي بالشعب الى الجوع. نحن على الاقل اننا اليوم باش نولفوا الجوع تاع غدوه لانه الدوله او السلطه تقصد الجوع تاع رمضان؟ لا لا مش الجوع تاع رمضان، الجوع القادم لانه شوف م. الدوله لما نقول الدوله هي مفهوم دوله ولكن لما نحكي على السلطه التي تدير شؤون الدوله السلطه التي تدير شؤون الدوله التي لم تستطيع في بلد المليون كيلومتر ما توفر الخبز للشعب نتاعها وراي تجيب لنا الكرفه تاع فرنسا اللي تبقى ثلاث شهور باش تبيري في البابور ويجيبوا لنا ناكلوها احنا ونستنتج منها 150 الف حاله سرطان سنويا في الجزائر هذا هو الجوع الحقيقي اللي راه يعاني منه الشعب الجزائري اليوم اذا اليوم إذا جوعنا احنا اليوم كحزب راح نعطوا الرساله للشعب الجزائري نقول راح الجوع غدوه لأن السياسة الاقتصادية في الجزائر راح تؤدي بالجزائريين إلى الجوع وأنت وأنا راح نجوع أكثر غدوة إن شاء الله لأنه ما عندناش رزق واضح الأراضي الجزائرية الخصبة اللي كانت تعتبر هي خزان يعني المجتمع يعني الجزائري ده. وهذا الشباب راهم يسخروا راهم يسخروا على من الجوع يعني. ما يعرفوش ما معنى اضراب عن الطعام ما نضلوش لا لا مانديلا دار اضراب عن الطعام وشوف جنوب افريقيا ما هي الان شوف خذ النموذج لما نحكي الجوع يعني السيد انا الجوع اليوم والسيد بونجما هما مانديلا الجزائر انا نحكي انا نحكي هكذا. أنا, انا نحكي على حزب الافنه وقرارها القرار مش قرار مستواتي هو, قرار حزب لازم تفهم مليح هذا قرار حزب اسمه الجبهه الوطنيه الجزائريه نضرب على الطعام حزب قال الرئيس اضرب على الطعام حنا خذينا قرار قرار مجلس وطني قررنا انا نضرب ولا الرئيس يضرب وحده على الطعام لا هذا قرار مجلس وطني قررنا ان نضرب على الطعام هذا قرار حزب سياسي في الجزائر مش قرار شخص باش تفهم مليح نحن قررنا ما قررش الرئيس وحده قررنا الاضراب عن الطعام باش تفهم المعادله هذه ولكننا نعود نعاود نرجع لك للفكره انه احنا نجوع اليوم باش الشعب يجوع غدوه يعرف ما معنى الجوع ربما الاستاذ شطرني في الراي لانه اراده الجزائر والاقتصاد الجزائري متجه لا. الى الهاويه سي كيف اسمح لي فقط فضلك. ممكن احزاب سياسيه التي اثارت مقاطعه الانتخابات جليكم اليوم وتخزر في عيونكم مباشره شاركت في الانتخابات اضرب الان عن الطاعة لا يا اخي شاركت في الانتخابات تحملوا نتائجكم أنا... شاركت في الانتخابات غطوا بالكوفيرتات انا الان جاوبك مم. انا حزب يطمح الى السلطه انا ما نقعدش في داري وناظر مم. من اجل ان اكون ما نناضش باش نرقد أنا إذا حبيت نكون لازم نشارك، لو ما شاركتش اليوم هل أضرب على الطعام اليوم؟ هل أوقف بهذا الموقف؟ لا، إذا أنا أشارك من أجل الوصول، أنا حزب يطمح إلى السلطة. منذ تأسيسها من 2001 وإحنا نناضل ونشارك، انتخابات محلية، انتخابات رئاسية، انتخابات محلية، برلمانية، أنا أشارك من أجل الوصول. عندي برنامج سياسي أنا ما عنديش برنامج رئيس ولا اعرف هذا البرنامج دكتور الزاكي مو. دكتور رزاكي تعليقك على تفاعلات الطبقه السياسيه اولا السياسيه يعني مش متحمسه كثير سواء المقاطعين سواء المشاركين سواء الراضين سواء الغير راضين مواقع تواصل نبدا بالمواقع التواصل يعني المتماعي. وش وش مش ملاحظتك دكتور لا مش ملاحظتك لا ملاحظه الاولى على مواقع التواصل مواقع هي, هي بلا ما تعرفش شكون يكتب أقنعة لكن لما يكونوا زملاء لا زملاء زملاء من يعني. يسخر شوف من يسخر بواحد يناظر عنده 15 سنة هو, هو في السياسة هذا يسخر بالمجتمع نتاعو لأنه يعني مش أخلاقي مش أخلاقي نهائيا دير حزب كما هو ويجي يغلبوا اما تكلم كلام متسطر باسمك ومدير صوره عمران كاين الناس مدايرين صور اخرين والله حتى عليهم قضيه في دول اخرى فضايح لو نتكلموا على المواقع التواصل الاجتماعي الناس ما كاين لا اخلاق ولهذا نرجع الفكرة الاساسيه طيب لماذا الاحزاب ما توحدش لماذا ما تفكرش تديروا تكتل الاضراب هذا اضراب جوا كوبا في 72 اكبر شاعر تاعها دار اضراب جوع ومات بعد 53 53 يوم مات اكبر شاعر لكن سي سي دكتور تزاكي يقول لك احزاب لم تتغير قيادتها منذ عقود جهاد الاحزاب نفسها تطالب وتضرب عن الطعام في سبيل الديمقراطيه يا جماعه فهمونا شويه لا في فرق بين الديمقراطيه لم يضربوا من اجل الديمقراطيه نهائيا لان شاركوا في الانتخابات هما اضربوا ضد ظاهره مبين. التزوير، ظاهره التزوير مخيفه في الجزائر. تزوير كل شيء، مخيف، ممكن كلام تسرع به تلقاه مغير، انا شفته، مش واحد غلاف بار تليفون بعدين نشوف التلفزيون نلقى يقصر تيك... ودير ويدير المونتاج، مش منطقي نعم. التزوير نعم سي... سي... نعم دكتور زكريا لكن سيموساتواتي ربما ضرب مصداقيته في مقتل، يعني مرة أولى دار إضراب واستدعى وسائل الإعلام عبر يعني جدار في منزله. بعد ذلك يضرب لي حول قضية تزوير وقضية نزاهة الإنتخابات. هذا المواطن الجزائري أيضا. راه يشوف راه يقارن. طيب طيبة. أين تبدأ ذلك الشخصي يا. وأين يبدأ نضالك السياسي هذا، يا رجل؟ هذا دليل بأنه العدالة غائبة. لأنه يفترض هذا الجدار. يطلع القضيه العداله العداله تتدخل الدستور واضح والعداله ما دام تغيب العداله العداله فصلت في القضيه طبيعي يروح المواطن يروح لتعاطف الشعب معاه ما عندوش خيار ما كانش لا لا غندي غندي كي كي ضرب بداها 29 ما جاب والو دارها 30 معنى 1930 ما دار والو زاد 33 زاد 42 دار حرية حريته لازم نكونوا نكونوا واقعيين ولهذا دائما ناخذ نموذج المليح انا في تقديري هو النضال التونسي نموذج تونسي عندما اليسار يجتمعوا ويديروا اضراب شخصيات كبيره ولكن النظام الجديد اللي جاء الثوره ولا واحد موجود من هذا اللي قادوا قادوا الثوره قبل ظهورها نعم الان سيبورنيسا نحن نقترب من نهايه هذه الحلقه ما افق هذا الاضراب؟ وراه رايح الإضراب. الاضراب سيتواصل ونحن الآن بصدد قلت لك نسخة من المراسلة البيان. البيان اللي خضعها المكتب الوطني اليوم أنه مراسلنا مراسلنا إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة. ساعة لأعضاء المكاتب الولائية عبر التراب الوطني مسندا لأعضاء المجلس الوطني والمكتب الوطني هذا من جهة لتعمم الإضراب على المستوى الوطني ما يبقاش على المستوى المكتب الوطني فقط ولا يكون على على مستوى التراب الوطني هذا من جهه كذلك اليوم احنا نطلب حاجه واحده من المجلس الدستوري انه يحقق لنا في قضيه البصمه لكي نكشف التصوير الحقيقي في هذه الانتخابات لانه لانه لو ما كانش ضرب على الطعام ربما اليوم ما تستعينيش وما تسمعش مني وما تشوفش حتى حدث ولكن الحدث هو هو اضربنا عن الطعام، أول حزب سياسي في الجزائر يضرب عن الطعام في حق التزوير، في حق التزوير، ما ضربناش في حق التزوير وفي حق انتهاك حق شعب، هذا شعب صوت علينا، عندنا محاضر، عندنا ملفات، عندنا مستندات، أين هو حقنا؟ لما تقول لي أنت انتخابات حزب في, في في محضر ما تدولنيش اسم الحزب نتاعي وشحال جاب الأصوات، تنحيه أصلاً. هذا مش تزوير نعم هذا،, هذا اليوم احنا اليوم احنا اليوم نطلب من المجلس الدستوري يحقق لنا في البصمه ويعطينا النسبه الحقيقيه للانتخابات الانتخابات حتى وان تضاربت النتائج بين الداخليه والمجلس الدستوري. الداخليه تصرح بالانتخابات نسبه الانتخابات 38.75% المجلس الدستوري يصحح نسبه الانتخابات نعم نعم 35.6% خلينا... اسمح لي. اذا اليوم من نؤمن هل من وزارة الداخلية أو مجلس دستوري؟ مجلس دستوري هناك تناقض هذا معروف نو. نعم دكتور عبد العزيز الرزاقي أفق هذه الإضرابات وين تشوفها؟ متخ... ستواصل؟ أنا... ستحرج؟ لأنها لأ أم أن أنا... أنها فقط سوف تبقى أنا متخوف قصصا يتداولها وسائل التواصل الاجتماعي يفترض أنه طالبين حق افتح تحقيق على البصمات افتح ما دير دير لجنة مستقلة وافتح تحقيق ما الذي يمنع؟ عليه السيد ما طلبش أكثر من هذا فتحوا تحقيق لو طلب اكثر بصمه انا البصمه انا ما راحش صوت ولكن لو صوت غدوه نروح نحسب صوتي لو صوت الفلان نروح قداش ده ونشوف القائمه نتاكد منها ولكن يفترض ان السلطه تاخذ آل يعني مش مهم طول النفس طول النفس كي تستمر ما اعتقد اعتقد عندها اراده ما دام 15 وهي في النضال وصعب لازم تراعي صعب ماشي دركا طمعوهم عاد المراه تدي عليها خمسين الف والراجل تدي عليها خمسين مليون والمراه والراجل تدي 40 مليون طمعوهم بالدراهم ممكن اللي في البرلمان ولكن عندما تشوف الوضع ما يتحرك ولا قا... نائب عام المفروض يشوف الحاله يفتح تحقيق نعم دكتور اسطى انت هذا الوقت دكتور عبد العالي الاستاذ بكليه الاعلام بجامعه الجزائر كما اشكر ايضا السيد محمد بورنيس القيادي في حزب الجبهه الوطنيه الجزائريه اذا هي قضيه للمتابعه حصه البلاد اليوم لنهار اليوم تمت برامجنا مستمره السلام عليكم ورحمه الله وبركاته